اتفضل. السؤال الأول هو إن أنا متزوج بقالي 13-14 سنة، كل الفترة دي تقريبا أو معظمها خلافات، والزوجة دايما يعني في حضن أهلها وتسمع كلام أهلها وتسمعش كلامي، وده خلافات خلافات خلافات. مؤخرا كده وأنا بقرأ في القرآن في سورة التغابن، فجت الآية 14 من سورة التغابن اللي هي إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا يا رب لا لا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فرجاء بدكتور حاتم يفسر لنا الحتة دي وإيه المقصود بيها عشان بس الواحد تمام. طيب السؤال الثاني، دي, دي 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 أول حاجة. ثاني حاجة أنا شغال في السعودية، ففي يا ريت يكون الصوت واضح بس عندك وسامعني كويس. واضح 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 جدا. تمام تمام، الله يبارك لك يا دكتور حاتم. أنا شغال في السعودية يا فندم، وبعدين حصل خلاف ما بيني وبين الشركة وقال لك إيه العقد بتاعك انتهى ومش هنجدد لك، شوف شركة تانية. فدور شركة تانية ما لقيتش، فعملوا حاجة اسمها بلاغ غروب عشان هو يخلي نفسه في السيف سايد ويقدر يجيب حد مكاني، وأنا أدور براحتي. لكن أنا بفك البلاغ دوت ما عرفناش. يعني عشان تلغي البلاغ ما عرفتش تلغي البلاغ ده؟ ما عرفناش. يعني رحنا ففي واحد تاني هياخد من تحت الترابيزة مبلغ وهيفكه لي. هل ده جائز شرعا ولا لا؟ مع العلم ان الشركه الاولانيه ما عندهاش مشاكل في الفك، وجابت لي خطاب ان موجه لمكتب العمل لا يوجد لدينا مانع، بس مكتب العمل اعترض ان المده طولت. فانت بتتكلم عن فكره في واحد تدفع فلوس تحت الترابيزه عشان يشيل فكره البلاغ الهروب ده، صح كده؟ فكره البلاغ واروح على شركه ثانيه. طيب. ايوه تمام كده. شكرا ليك يا استاذ محمد، وجزاكم الله خير، تحياتي لكم جميعا. شكرا ليك يا فندم، اتفضل يا دكتور. السؤال الأول في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، المعنى إن الإنسان أحيانا تعلقه بأسرته يحمله على فعل المحرمات، هو عنده زوجة وأولاد ومشفق عليهم عايز يعيشهم كويس فيكسب مالا حراما، نعم، فيقعد عن واجب شرعي، خاف مين اللي هيرعى الأولاد بعد مني فيتأخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن تكون عاطفة الأبوة وحنو الأبوة حاملا للإنسان على الكسب الحرام مثلا، نعم، أو عن ترك الواجبات بسبب الانشغال بتأمين مستقبل أولاد وحياة الأولاد. فالشرع كأنه الآية الكريمة بتقول لنا لا تنشغل بأولادك وتأمين مستقبلهم كما يقول الناس يعني، وتوفير متطلباتهم حتى الكماليات عن واجبات دينك، وإلا أنت بتبيع آخرتك بدنيا أولادك، وده خطير جدا. نعم. هم ساعتها بدون أن يقصدوا، ده مش إدانة للزوجة والأولاد، هم ما لهمش ذنب، الخطأ مش عندهم، إنما الخطأ عند الأب اللي يعني حملته عاطفته الزائدة غير المنضبطة على أن يفعل حراما أو يترك واجبا من أجل أن يوفر لأولاده بعض الكماليات ولا حاجة، فيبقى كأنهم تحولوا في الحقيقة لأعداء بدل ما يبقوا امتداد ليه وزيادة لأجره وكذا وكذا. نعم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مجبنة مبخلة، يحملون الإنسان على الجبن والبخل وقطع الرحم إذا أساء التعامل مع نعمة الولد. نعم. ده المقصود يعني. طيب السؤال الثاني، نقاش طويل حول فكرة إنه هو بيشتغل في السعودية وانه يعني في انهاء للعقد مع الشركه ايا كان، فهو عليه بلاغ هروب وحاول قدر الاستطاعه عبر الوسطاء انه يحل المشكله، ما عرفش، فلقى شخص يقدر يشيل هذا البلاغ الهروب بمبلغ مالي وسينتقل مباشره الى العمل في مكان تاني، ما حكم دفع هذا المبلغ؟ والله لو هو ارتكب مخالفه بحق الشركه الاولى والحق بها ضررا فتبقى دي عقوبه مناسبه وعادله له، يبقى مش من حقه يعمل كده. نعم. ويبقى ده نوع من العدوان ونوع من التزوير والتدليس الذي لا يرضاه الإسلام. ولو هو في الأولى مظلوم وليست منه جناية ولم يقع منه تقصير ولا إضرار بالشركة وده ظلم وقع عليه، يبقى مفيش مانع من رفع الظلم. نعم. فالمسألة ما تقدرش تدي لها حكم مطلق عام يعني. طيب خلينا ناخد